يعني ايش تصوري من يجيش تبليغ ويقول لك يابا هذا احضر للبلديه او للمحكمه وخلال 10 ايام اخلاء الدار، خلال 10 ايام اخلاء الدار، وين اروح مثلا؟ حتى لو مأجر بيت من مالك صاحب الدار، نعم. هم يعطيني مهله ثلاث اشهر، اربع اشهر، خمس اشهر، مو 10 ايام اخلاء البيت. كل من عدى ست زعاطيط وسبعه وتسع زعاطيط، وين يروح هذا؟ وما عدى غير الله وهاي القاعه، وين يروح؟ عدى ملك ثاني ويتوجه له يروح له، عيف هذا خليه يولي ما اريده. وين اروح انا؟ خلال 10 ايام وتريد غرامه فوقها غرامه 15 مليون وتعاب محامي. انا شنو اللي محصله من هذا البلد؟ يعني تعال هاي لاحقني؟ وين اروح خلال 10 ايام؟ احنا ناشدنا وسولفنا وحكينا ماكو. انعم الله على ست هديل اللي اجتنا بيوم اللي ناشدناها العصر يمنا. ما يعني خلال ثلاث اشهر احنا نناشد ونسولف ما حد اجانا. ست هديل ناشدناها الصبح اجتنا العصر. زين. وشافت واقع الحال مالتنا وسوينا التصوير وشافت التصوير وشافت الدور اللي هناك. وسولفت لك على الدور اللي القديمه. زين عصام، يعني لحد يعني الان لا سمح بيوت. الله، في حال انه انتهت المهله اللي هي 10 ايام، المقرر انه تغادرون منازلكم مثلا، وجت يعني مثلا شفلات او جت الجهات اللي هي نفسها اللي يعني امرتكم بالازاله، شنو اجراءاتكم؟ اجراءاتنا استخدم السلاح، ما بيها غير اجراء. ولا انا بلدي وهاي قاعد تطلعني منها شنو؟